متابعي قناه تي في اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذه الجوله الليليه مباشره من مرتيل بجهه الجولف في اتجاه المضيق. شوفوا معنا الاجواء الليليه، مرحبا بكل المتابعين الاوفياء. اتمنى تقضي معنا اوقات جميله. طبعا في التوقيت الجو مبرد جميل، اليوم كان جو حار نسبيا هنا في مدينه تطوان رغم بعض الزخات المطريه اللي عرفتها المنطقه في هذا الصباح، خاصه منطقه الفنيدق وسبته المحتله. وتطوان في الصباح كان زخات مطريه، وهذا التوقيت بالضبط 9:19 دقيقه 27 درجه. اجواء جميله متبينة لعشاق مارتيل لعشاق كابو نيغرو الراس الاسود. انطلقنا معكم من جهه ديال الجولف متبينة في اتجاه المضيق لعشاق المضيق كذلك. مرحبا بكم معنا في هذه الجوله الليليه، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله. ومرحبا بكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن او خارج الوطن. هذه الاجواء الليليه الجميله لعشاق السفر لعشاق السياحه، نتمنوا انكم تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميله. لكن كما قلت شاءت الاقدار مع هذه الجائحه ومنع التنقل مع بعض المدن بين المدن حاله دون ذلك متبعينا، نتمنوا بالفعل الدعوه ديالكم دائما الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها لعشاق شمال لعشاق مارتيل لعشاق كابو نيغرو الراس الاسود لعشاق المضيق. شوفوا معنا الاجواء الليليه من الجولف كابو نيغرو في اتجاه المضيق. مرحبا بكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. قولوا لنا مين كتابعوا معنا هذا المباشر، شنو هي الوجهه ديالكم المفضله؟ واش مارتيل، المضيق، الفنيدق، وادي لو، مارينا، كابيلا، ريسيندا او مناطق اخرى متبعينا؟ نتمنوا بالفعل عبد الواحد تحياتي اعتقد الله يبارك فيك. اذا نتمنوا بالفعل تقضي معنا اوقات جميله متسبينا احنا معكم في هذه الدردشه الليليه. مرحبا بكل المتابعين متسبينا الاوفياء. اذا من مارتيل في اتجاه الجولف، عفوا من الجولف اتجاه كابو نيغرو، هذه الاجواء الليليه الجميله هنا في منطقه تراب عمانات المضيق الفنيدق. مرحبا بكل الزوار، قولوا لنا مين كتابعونا في هذا التوقيت بالضبط وفين كتواجدوا وين مين كتابعوا هذا المباشر. وكما كتشوفوا عدد كبير ديال الناس نساء ورجال كيديروا الرياضه والسبور هنا في هذه المنطقه ديال كابو نيغرو الراس الاسود. اذا من هنا في اتجاه نمشي معكم المداره ديال كابو نيغرو، الجهه ديال الشاطئ ديال كابو نيغرو الراس الاسود، شاطئ كابو نيغرو من سبته. تحيه لكل متابعينا الاوفياء مدينه سبته المحتله، ونتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريه. تحيه الانوار من مالاغا، تحيه لكل متابعينا الاوفياء، شكرا لك، شكرا لكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن او خارج الوطن. في اتجاه شاطئ كابو نيغرو على وصول المداره اللي على قربه من الشاطئ منطقه امزورن نبيل حسيمه يقول عمر. تحيه للناس ديال الحسيمه، تحية لكل المتابعين الاوفياء. اذا من تطوان عفوا من نرتيل في اتجاه الراس الاسود كابو نيغرو، اجواء جميلة اليوم. قولوا لنا واش مشيتوا للبحر، كي داير الاجواء في المدن ديالكم، واش نتوما من المدن اللي مسموح ليها انكم تحركوا فيها ام لا؟ للاسف بعد ما غلقت تم اغلاق السلطات غلقت عفوا طنجة وفاس بسبب ارتفاع الاصابات، نتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذه الهبطة ديال الطريق المؤدية إلى شاطئ كابو نيغرو. شكون اللي قلوب حر في هذه المنطقة وشكون اللي جا لهذه المنطقة بالضبط؟ دريس من فاس مرحبا، هدى أهلا وسهلا، مهدية من كازا تحياتي، أنوار مرحبا. هذه الهبطة المؤدية إلى الرأس الأسود كابو نيغرو. إذا طبعا الباركينغ موقف السيارات اللي كاين هنا بالمجان مغلق في وجه السيارات نظرا للجائحة، لأن ما بغاوش يخليو هذا الباركين مفتوح في وجه العموم مع وقع فيه شي مشكل في شي صفقه حسب بعض المصادر. نتمناو بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء. اذا دائما في اتجاه الراس الاسود كابو نيغرو، شكون اللي سبق ليه جن هاد المنطقه؟ سي انوار شكرا لك، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. اذا في قلب الراس الاسود كابو نيغرو، هذا هو الشاطئ ديال كابو نيغرو، هذه هي المداره ديال كابو نيغرو. نتمناو بالفعل تستمتعوا معنا بهذه الجوله هنا في قلب الراس الاسود. كاين ناس كتسمع الراس الاسود وما عمرها وصلت لهذ البلاصه، هذا هو الراس الاسود، هذه ديال التراسه لاتيغاس ديال الراس الاسود. سلام تحيه من مارتيل عبد الرحيم، اهلا وسهلا. اذا كابو نيغرو لعشاق الراس الاسود، وهذا طنجه الله يطلق سراحو امين، الله يطلق سراح كل المتسبعين مدينه طنجه. اذا هذا هو الراس الاسود كابو نيغرو، ايام زمان ديال الراس الاسود، مستحيل تجي تلقى الباركين خاوي، تلقى مملوء عن اخر. اذا من الراس الاسود في اتجاه المضيق سلا الرباط مارا صغيره الشواطئ مفتوحه يقول مراد. شي بحر وشي في الدار سي عمر على العوم كتمشي يا مضيق الدنيا ذكرني
إذا متتبعينا نتمناو هند تطوانية سلام، أهلا وسهلا، نتمنى تستمتعوا معنا بهذه الجولة الليلية من مرتيل كابو نيغرو الرأس الأسود. هذه السيارة خرقت القانون، ما دارش على مدارها للأسف هنا في المباشر، لأن يعني الناس كتلتزم بقانون السير، لأن السلوكات هكا كتخلق حوادث سير للأسف، عادة كتكون خطيرة. نتمنى الناس تلتزم، هذا هو الأهم. إذا من كابو نيغرو في اتجاه المضيق، شوفوا معنا الأجواء الليلية. قولوا لنا مين كتبعونا البحر، عندنا عمر المصطفي كاسا بلانكا، كيف الاحوال وعلى الشوارع ممتلئه كابوني نيغرو، انتم كتشوفوا الاجواء. اذا نتمنى بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء بالصحه والراحه. تحيه لمحمد بن شفشاون الناس ديال الجوهره الزرقاء، نتمنى بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريه. اذا مباشره من كابوني نيغرو، من كابوني نيغرو الاجواء، نتمنى بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء. تحيه لمنير من مرتيل، تحيه لكل المتابعين الاوفياء. هذا هو الراس الاسود، غنمشيو معكم الان للمضيق، غنمشيو للمضيق متتبعينا، ونتمنى تفوجوا معنا كذلك في هذه الجوله الليليه من كابو نيغرو في اتجاه المضيق. اش كاينه الشقه؟ اكيد اكيد الشقق موجودين للكرا طبعا في جل الشواطئ، الاثمنه كتختلف على حسب المكان والزمان والشقه والطاقه الاستيعابيه ديالها، واش غرفه وحده، واش جوج ديال الغرف، واش ثلاثه، واش قريبه للبحر، واش شويه، واش على البحر مباشره، ولا بعيده 100 متر، ولا 200، ولا خصك ديماري السياره. عليهم كل دار وكراها كما تيقولوا، عليهم الخير موجود. اذا متتبعينا مباشره من كابو نيغرو في اتجاه المضيق، هذه الطريق المؤديه الى المضيق. غتشوفوا معنا الرينكون، وكما تيقولوا الناس ديال المنطقه، الرينكون واللي بغى يكون يكون. مرحبا بكل الزوار، نتمنوا تستمتعوا معنا بهاد الجوله الليليه لعشاق هاد المنطقه. للاسف كاين الناس اللي عزيز عليهم هاد المنطقه ولكن ما جاوش، وكاين الناس اللي كيقول لك انا بالعكس كنتبع المباشر وكترتاحنا بهاد الجوله، لان كنعتبر راسنا بحال اللي حنا حاضرين نظرا من هاد الجائحه، ولكن الاماكن اللي كدوز منها وكنشوفوها تعجبنا الحال. رينكون الله سلامين ماما عافاك، مرحبا مرحبا، نمشيو نسلمو لك على ماماك. سمير الشتا كان في الصباح الباكر والرعاد طبعا، واجرات العاده في شهر 8 في هذه المناطق خاصه الشمال الغربي، كتعرف تساقطات مطريه قويه كتكون. والتذكير انه سنه 2012 كان الفيضان قوي، عدد كبير ديال السيارات اللي كانوا غرقوا في كابو نيغرو في المضيق عفوا بسبب هاد التساقطات المطريه اللي عرفتها المنطقه. اذا متتبعينا دائما احنا معكم في هاد الجوله الليليه، شوفوا معنا الاجواء، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هاد الدردشه من كابو نيغرو في اتجاه المضيق. هذه الاجواء ديال الطريق المؤديه، دنيا جميله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اجواء ليليه جميله. انتظروني بعد قليل، احنا في الطريق الى المضيق. نتمنى بالفعل الناس تلتزم الراس الاسود باجمل الشواطئ الاخيره في شهر الروج، للاسف الله يرفع علينا هذا الوباء. اكيد اكيد عثمان، طبعا الشواطئ هذا العام بصراحه ما عرفتش ديك الاقتضاد اللي كان السنه الماضيه بسبب هذه الجائحه وسبب التخوفات طبعا ديال الناس. كاين الناس اللي ما قدرتش تجي تبحر، تخاف على راسها وعلى وليداتها في اطار الجائحه. وعلى العموم كل واحد وكيفاش تيشوف، كاين اللي جا غير احتياجات اجراءات الاحترازيه ديالو، كاين اللي خوفا من الديبار ما يقدرش يجي، وكل واحد وكيفاش. الاهم هو الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريها. بغينا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم. من تطوان دائما جولة ليلية عبر عفوا من مرتيل جولة ليلية في اتجاه المضيق، ونتمنى بالفعل الله يرفع علينا هاد الوباء وترجع المياه المجاريه. شوفوا معنا الاجواء الليلية في اتجاه المضيق لعشاق الرينكون واللي بغى يكون يكون.
إذا من مدخل المضيق شوفوا معنا الأجواء الجميلة في هذه الدردشة الليلية وفي هذه الجولة. هذه هي الدخلة، هذه هي الدخلة ديال المضيق متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر، هانتوما كتشوفوا الأجواء. هذه هي الرينكون، بداية ديال الرينكون، واللي بغى يكون يكون. مرحبا، شكرا لكم على التعليقات ديالكم المتسابقين. اش ضروري الرخصة؟ اكيد اكيد الرخصة من المضيق في اتجاه قلب، طبعا المدخل ديال مدينة المضيق في اتجاه الرينكون بشكل مباشر. شوفوا معنا الاجواء، شوفوا معنا الاجواء الليلية، اجواء جميلة طبعا. ما عرفتش واش الرينكون عامرة او لا، غنديرو جولة بالسيارة في قلب الميناء وفي الكورنيش. شوفوا معنا الاجواء متتبعينا. اكيد السنه الماضيه في هذا التوقيت كتلقى الطريق مملوء عن اخرها بالسيارات، خاصه اللي كتزامن مع مهرجان الشواطئ اللي تعرف عدد كبير ديال الزوار والعشاق من الشواطئ. لكن شاءت الاقدار المتتبعينا كما قلت هذه السنه ما كاينش المهرجانات اكيد بسبب الجائحه. دائما تنذكر المتسبعين الاوفياء ديالنا انه كاين عدد كبير ديال المغاربه مازال عالقين بمدينتي السبته ومنيليه ومجموعه ديال الدول، وتيلتمسوا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومه انه يعجل بادخال هذه المغاربه ووزير الخارجيه كذلك، لان تيعيشوا الامرين اكثر من 5 شهور هما عالقين. صعيب وصعيب بزاف، ونتمنوا بالفعل في القريب العاجل يدخلوا هذه المغاربه العالقين ب مدينة السبتة ومنيليا وأوروبا ومجموعة ديال الدول. إذا في اتجاه قلب المضيق، في اتجاه قلب المضيق متسبعينا، انتم تشوفوا الكورنيش ديال المضيق كيفاش عامل الآن. جرات العادة أنه في هذا التوقيت في هذا المكان كتكون السيارات عدد كبير ديال السيارات، ولكن شاءت الأقدار هذه السنة ما كاينش ديك الاكتضاد اللي معروف كما قلت. أولا ما كاينش بعض الشواطئ لأن كيجيبوا مجموعة ديال الزوار ومجموعة ديال المناطق، ولكن نطلبوا الله الله يرفع علينا هذا. من قلب الرينكون اللي بغى يكون يكون، هذه الاجواء الليليه بمدينه المضيق الشاطئيه السياحيه الجميله. طبعا عدد كبير ديال الزوار حطوا الرحال هنا مختلف المدن المغربيه. نتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريع. المضيق لعشاق الرينكون، لعشاق كورنيش المضيق، لعشاق الشوايه، لعشاق مناطق الشمال، مارتي المضيق، فنيدق، وادلا والنواحي، كابيلا، مارينا، ريستينغا. مرحبا بكم معنا في هذه الجوله الليليه من قلب المضيق. اذا متسابقين احنا مازال معكم في هذه الجوله وفي هذه الدردشه. انتم كتشوفوا الاجواء الليليه في الكورنيش عامره الدنيا، ولكن ماشي بالرقم العدد عفوا اللي كنا كنشاهدوا كل سنه في الكورنيش ديال المضيق. صعيب انكم تجي في هذا التوقيت وتلقى الطريق كاين هذا الاسباس ديال السيارات على اليمين او على اليسار. اسماء شكرا ليك. طبعا احنا الدور ديالنا في شوف تي في هو نديروا مباشر من اجل نقل الوقائع الاجواء الصيفيه في كل منطقه نتمنوا بالفعل تستمتعوا معنا بهذه الجوله من قلب المضيق الرينكون. طبعا حسب المصطلح المحلي ديال الرينكون والسكينه كتقول لي بغى يكون يكون. نتمنوا يكون الخير، نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، كنز السلام. نتمنوا الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنوا كل الناس تلتزم بالمسافه الامان، هذا هو الاهم. من قلب الرينكون جوله ليليه كما كتشوفوا الاجواء. شكون اللي كان السنه الماضيه هنا وهذا العام تعذر عليه للاسف انه يوصل للمضيق نظرا لمنع التنقل، قلنا المدن اللي كنتوا عفوا من اي مدينه كتتبعونا الان وشكون هي المدينه او الشخص من المدينه اللي كان العام اللي فات السنه الماضيه هنا وهذا العام تعذر عليه انه يكون في المضيق مع هذه الجائحه. اذا من قلب الرينكون في اتجاه كابيلا، انا كتقول كنزة كانت هنا مرحبا، حسن تيقول انا كنت هنا مرحبا. ونتمنى والله كثرنا بالدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء باش ترجع الحياه الطبيعيه. هذا الشيء اللي بغينا متتبعينا اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن.
جرات العاده في هذا الكورنيش ديال المضيق حسان في هذه الجهه. في هذه الجهه كتكون الدنيا ملوءه عن اخرها، كتكون الدنيا ملوءه عن اخرها، لكن الان كاين الدنيا عامره ولكن ماشي بالعدد اللي ديال السنه الماضيه. انا كنت في مرتيل يقول حسن، مرحبا. المضيق انتم كتشوفوا الاجواء الليليه الجميله بالمضيق في غياب مهرجان الشواطئ طبعا على المستوى الوطني بسبب هذه الجائحه. هنا ملي كتكون مهرجان الشواطئ كتكون الدنيا مملوءه عن اخرها بالزوار مختلف المدن، اضافه حضور قوي ديال الجاليه المغربيه. طبعا على ضوء ذلك متسبعين قلنا ان عدد كبير ديال المغاربه مازال عالقين مجموعه من الدول. ملي كنهضروا على العالقين دائما كنستحضروا اسبانيا، كنستحضروا اوروبا بصفه عامه والدول العربيه، وما نساوش مدينتي السبته وميليا المحتلتين اللي طبعا الناس كتعاني في صمت. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم. الله يرفع علينا هذا الوباء. احمد من بلجيكا مرحبا. ياسر من مكناس اهلا وسهلا. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء. من هذا المكان المعلوم ديال مهرجانات الشواطئ كتكون الدنيا ملوءه عن اخرها، ولكن شاءت الاقدار، شاءت الاقدار اننا نشوفوا الفراغ هذه السنه. امين يا رب العالمين. جمال مرحبا. هي نازل اسبانيا لاباس اخي. الحمد لله احنا معكم في هذه الجوله الليليه من مداره العماله ديال مضيق الفنيدق. غادي نرجعوا لقلب المدينه، شوفوا معنا الاجواء الليليه. نتمنوا تقضوا معنا اوقات جميله متسبعين. احنا معكم في هذه الدردشه وفي هذه الجوله الليليه مباشره من المضيق. مرحبا خويا هشام، ما شفتش السؤال، عاود السؤال من جديد معذره، لان بعض احيانا كيكونوا التعليق تيطلعوا بسرعه تيصعب عليا قراءه التعليقات. هذا ماشي تقصير ولا سوء نيه، بالعكس نظرا التعليقات كتكون بكثره تيصعب عليا قراءه كل التعليقات. مرحبا سيمو، شكرا على التفويجه، شكرا لك على الحضور ديالك التعليقات ديالكم معنا. مرحبا، شكرا بزاف كنزال، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. هشام شكرا، سمير مرحبا. إذن في اتجاه قلب المضيق دائما أجواء ليلية جميلة، نتمناو تستمتعوا معنا متتبعينا بهذه الجولة. أكيد كما قلت العشرات بل الآلاف ديال المواطنين والزوار كانوا هنا وغادروا المدينة بسبب القرار ديال المنع التنقل من وإلى، ونتمناو بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمناو بالفعل ما نتفاجئوش بشي قرار آخر. بغينا موسم تعليم، احنا مقبلين على الموسم الدراسي، بغينا التعليم حضوري وليس عن بعد، بغينا المدرسه ترجع للحياه الطبيعيه ديالها لانقاذ ما يمكن انقاذه، بغينا الناس تلتزم باش يمكننا ترجع للحياه الطبيعيه. اليوم هانتوما شفتوا الارقام، للاسف 18 حاله وفاه، الارقام مازال كترتفع، ونتمناو كذلك الناس تلتزم، هذا هو الاهم. كنزه شكرا لك من قلب المضيق، اجواء جميله ليليه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، امل نلقاكم بخير في مباشر اخر من قلب المضيق. انتم كتشوفوا الاجواء جميله، املي انه كل واحد يساهم بشكل او باخر في التوعيه قدر المستطاع باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحه. من قلب المضيق لعشاق المضيق طبعا مرحبا بكم معنا، نتمنوا تستمتعوا معنا بهذه الجوله الليليه. اجواء جميله لطيفه كتقول المكان ديالي. هذه هي المضيق ديال الرينكون طبعا كما تيقولوا الناس ديال المضيق اللي بغى يكون يكون. نتمنوا تستمتعوا معنا انتم كذلك بهذه الجوله الليليه. إذا من المضيق دائما أجواء جميلة، 27 درجة ديال الحرارة، كاين شي حرارة مفرطة في هذا الليل، مبرد، الناس كتخرج تبرد هنا في الكورنيش مع العائلة ديالها ووليداتها والفئات العمرية المختلفة طبعا، لعشاق الرياضة، لعشاق المشي، لعشاق التفويجة بالليل، مرحبا، نتمناو تكونوا بخير وعلى خير.
سمير يا سمير، غادي ندخلوا للميناء ونشوفوا الاجواء الليليه في الميناء ديال المضيق كيفاش دايره الاجواء. اذا متسابقا شفت احنا مازال معكم في هذا البث المباشر من قلب المضيق، شوفوا معنا الاجواء الليليه جميله هنا في قلب المضيق لعشاق المضيق. غادي نمشيو للميناء، شكون عزيز عليه الشوايه، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متسابقين. احنا معكم في هذا البث المباشر، غادي ندخلوا للميناء ديال المضيق لعشاق الشوايه، لعشاق السردين الجميل ديال المضيق. اجواء جميله، تحيه لكم، نتمنى تستمتعوا معنا بهذ المناظر ونديروا جوله في قلب الميناء ديال المضيق. شوفوا معنا الاجواء الليليه كيفاش عامله الان. تحيه للناس ديال وجده، هي كل متابعين الاوفياء داخل الوطن او خارج الوطن، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه وفي هذه الجوله الليليه ديال المضيق، ديال الاجواء الليليه ديال المضيق. طبعا المطاعم كنشوفها فارغه، جرات العاده هنا كتكون ملؤه عن اخرها. هذه انا من طاقه، تحيه باريو مالاغا، مرحبا. هي الناس ديال الباريو مالاغا لعشاق الباريو، شارع الكريم الخطابي، تنحييكم من ميناء المضيق. شوفوا معنا الاجواء الليليه والحركه كيفاش عامله الان. غنشوفوا الاجواء الليليه في الميناء ديال المضيق، واش كاين شي سردين، واش كاين شي اقبال، كاين شي حركه، كاين شي رواج. جرات العاده ان في هذا التوقيت الصيفي كتكون الدنيا مملوءه عن اخرها متسبعين هنا، ونتمناو توريا كتقول شايتيني محمد بن علي عمل شي مباشر داخل السوق في الميناء. نشوفو سي محمد، مرحبا. كاين دلالة دابا ولا شنو؟ إذا من قلب ميناء المضيق جولة ليلية، نتمناو شوفوا معنا الأجواء. محمد بن باريز أهلا وسهلا، الفراغ الفراغ ثم الفراغ. جرات العادة أنه في هاد الجهة فين هاد السيارة اللي أمامكم متسبعينا كتلقى دنيا عامره بالكراسي وبالزوار والبيع والشراء والحركه. كما كتشوفوا الميدلات على اليمين مقفوله، والاماكن فارغه هنا في اغلبيه ديال المطاعم متسبعين. نتمنوا بالفعل يرفع لنا هذا الوباء وترجع المياه المجاريها مباشره من المضيق الكساد كما تنقولوا، الفراغ ثم الفراغ. ما المستحيل تجي في هذا التوقيت وتلقى الطبالي خاويين في المضيق السنه الماضيه، المستحيل المستحيل، لكن شاءت الأقدار، شاءت الأقدار متسبعينا أنه يكون الفراغ هو اللي حاضر بقوة هنا في الميناء المضيق. غنديرو جولة، كاين عائلات كاين أسر كما كتشوفوا معنا تيتساراو هنا، ولكن الحركة الاقتصادية حتى لا أقول منعدمة مقارنة مع العدد الكبير ديال المطاعم اللي كتكون محركة في الصيف مملوءة عن آخر. مستحيل تجي للمضيق وتقول لي جيت وجلست، عندك ما تجي تبقى تسنى النوبه ديالك تتخوى شي طابله. الان العشرات ديال الطبالي خاويين بسبب هذه الجائحه، الله يرفع علينا هذا الوباء، قولوا امين. هذا هو الاهم. اوكي، اذا متسبعينا مباشره من ميناء المضيق، انتم كتشوفوا الاجواء الليليه كيفاش عامله. غادي نشوفوا شنو اللي كاين هنا في الميناء. مساء الخير، هذه المدينه الجميله، مرحبا. من قلب ميناء المضيق لعشاق الميناء، مرحبا. اذا متابعينا احنا مازال معكم في هذا البث المباشر من ميناء المضيق. شوفوا معنا الاجواء والحركه كيفاش عامله الان. شوفوا واش كاين شي حوت او لا، هذا هو السؤال. عادي نشوفوا واش كاين شي حوت او لا. كنشوف شي حوت هنا في هذا الطبالي، كنشوف شي حوت كاين هنا في هذا الطبالي. نتمنوا انه يكون السمك طري، هذا هو الاهم. دنا من قلب المضيق، من قلب المضيق
قلب ميناء المضيق انتم كتشوفوا الحركه. وهنا في هذه المنطقه ستكون دلاله، ما عرفتش واش كنشوف دلاله، ما عرفتش واش مفتوحه ولا لا. الميناء تيبان كيبان خاوي، الباب مشدوده ديال دلاله. غادي نرجعوا فهاد الجهه ونشوفوا الحركه الاقتصاديه ديال هاد المطاعم، لان كما قلت جرات العاده هنا في قلب الميناء مستحيل تجي وتلقى الطبالي. انت كتشوف هذا مطعم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ديال الطبالي خاويه. هنا هاد الاماكن على اليمين وعلى اليسار كتكون مملوءه عن اخر. هنا كنشوف عدد كبير ديال الطبالي خاويه، حتى لا اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اكثر من 30 طبله فارغه متسابينه. مستحيل انك تجي للمضيق وهنا الميناء وتلقى الطبالي خاويين يعني، لكن شاءت الاقدار، شاءت الاقدار في زمن كورونا ان بانت انه كاين ازمه خانقه بصراحه، اثر الاقتصاد ديال المنطقه ككل بصراحه، لا في المطاعم ولا في الشقق ديال الكرا ولا في المقاهي ولا في الحركه الاقتصادية بصفة عامة مع هاد الجائحة. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم باش يمكننا نتغلبوا على هاد الجائحة، الله يرفع علينا هاد الوباء، هذا هو الأهم. من الميناء المضيق، من مرتيل عبر كابو نيغرو ثم المضيق، هانتوما كتشوفوا الأجواء. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة، أمل يلقاكم بخير في مباشر آخر متتبعينا. أجواء ليلية جميلة هنا في المضيق، ولكن الفراغ ما كاينش ديك الحركة الاقتصادية المعروفة في كل سنة. طبعا الجائحة لعبت دور كبير للأسف. أمين رب العالمين، طلب الله الدعوات ديالكم متتبعينا، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. كورنيش ديال المضيق، أجواء ليلية جميلة، ولكن شاءت الأقدار، شاءت الأقدار أن الله أكبر أذان صلاة العشاء حسب توقيت المضيق والنواحي بتراب عمل المضيق في نيدق. الله أكبر، صلاة العشاء بالدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذان صلاة العشاء حسب توقيت المضيق اللف النيدق، الله أكبر. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم متسبعينا، الله يرفع علينا هذا الوباء، آمين يا رب العالمين، وترجع الحياة الطبيعية. إذا في اتجاه مرتيل بعد ما حطينا الرحال من المضيق. متسبعينا شكرا لكم على تفاعل التعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعادة. أمل ألقاكم بخير في مباشر آخر من المضيق، إلى اللقاء.